إذن يرفع الفاعل بالضمة إذا كان مفردا أو جمع تكسير أو جمع مؤنث. هذا فقط أيضا موجود مرفوع بالألف، مرفوع بالألف. مثال يا شيخ إبراهيم، المثنى، المثنى يرفع بالألف يا شيخ إبراهيم. مثال، اقرأ. اشترى الصديقان الحاجات الشهرية. أحسنت. هذه جملة فعلية أم جملة اسمية؟ جملة فعلية. جيد. أين الفعل وأين الفاعل؟ الفعل اشترى، فعل نعم، الماضي. اشترى فعل ماضي. نعم، نعم، الصديقان الفاعل مرفوع بالألف، لماذا مرفوع بالألف؟ لأن المثنى. لأنه مثنى. دائما ونحن صغار كنا نكتب هكذا: الصديقان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف، لازم لأنه مثنى. كنا نكتب هكذا: لأنه مثنى. تمام يا شيخ إبراهيم؟ جيد. فقط، هل يوجد شيء آخر يرفع بالألف إلا المثنى؟ لا، لا يوجد. تمام. الواو، الواو اقرأ هذا المثال. يرحب. جمع المذكر السالم. يرحب البائعون. يرحب البائعون. يرحب البائعون بالزبائن. جيد. بالزبائن. أين الفاعل في هذه الجملة؟ الفاعل نعم، البائعون. البائعون. ما نوعه؟ ضمير أم اسم ظاهر؟ اسم الظاهر مفرد أم مثنى أم جمع؟ جمع. ممتاز يا شيخ إبراهيم.